السلام عليكم ورحمة الله، في لقاء جديد برنامج مع المحلل، برنامج اللي كنخصوه للمذاكرة يوم السبت صباح حول إشكاليات كتخص الأطفال والشباب. اليوم غادي نذاكروا على العنف النفسي اللي هو من أصعب البنيات اللي يقدر يشخصها الواحد. العنف النفسي عنده مستويات، غتلقاو ناس غيتكلموا لكم على لا جيستيون دي زيموسيون، غتلقاو ناس غيتكلموا لكم على لا غولاسيون توكسيك، الى انه هادشي كله كيبقى سطحي. فمثلا الى سمعتوا او قريتوا او درستوا لا جيستيون دي زيموسيون، ما معنى لا جيستيون دي زيموسيون؟ واحد الاشخاص عندهم نوع من اضطراب في واحد الفيض ديال المشاعر، قلق كيجي بشكل مباغت وكيبقى غادي وكيتزاد كيتزاد كيتزاد، واحد ليكسيتاسيون، واحد النوع من الحركيه، واحد النوع من النشاط كيبقى غادي وكيتزاد كيتزاد، واحد النوع من زياره الخاطر وتبقى غادي وكيتزاد كيتزاد. ولكن كيفاش الانسان غادي يتحكم في هذا الفيض المشاعر؟ كي غادي واش عندنا شي زر غادي نوركو علو في شي موضع؟ واش غادي يدير الانسان نوع من رياضه بحال اليوغا ويدير واحد نوع من ما عرف شنو باش يبقى فوقاش ما يجي هذا الفيض، يمشي لهذاك البلاصه ديالو ويجلس فوق واحد البلاصه ويحل الشرجم ويبدا يشوف في البحر ولا في الجبل ويبدا يتنفس، واش هذا هو المقصود؟ اولا احترام العقل هو انك تعطيه ما وصلوا له العلماء الفطاحله، هذوك العباقره ديال التحليل النفسي البنيوي، وصلوا انه وضعوا اولا خرائط، عندنا خرائط، ووضعوا ما يسمى بنيات. ما معنى بنيه؟ بنيه هو واحد تقارن اشياء في الواد النفسي اللي غتعمل بشكل مستقل وبشكل ذكي وكتصبح كتشكل قانون داخلي للانسان. احنا عندنا الاراده، فما يمكنش يكون الله عطانا العقل وعطانا الاراده ويكون فينا بنيات كتشكل قوانين باطنيه كتعمل بشكل مستقل وبشكل ذكي. هنا الانسان خصو يغير على عقله ويغير على ارادته. الا انت عندك عقل وعندك الاراده ما يمكنش تقبل ولو كتكون ضحيه. الانسان اللي مريض كيعاني من مرض نفسي راه هو ضحيه، ديك الساعه القدره العقليه ديالو والقدره ديال الاراده ديالو ما بقاتش كتقدر تاثر هذاك النشاط ديال تلك البنيه اللي كتشكل قانون مستقل فاعل وعامل بشكل ذكي بشكل ذكي. فما معنى بنيه عامله بشكل مستقل وبشكل ذكي في الباطن النفسي؟ ما معنى؟ بكل بساطه انها تتكلم، انها تتناول بنيه الكلام. هذا هي البنيه. البنيه ماشي شي فيروس غيسكن فيك ولا شي جن ولا شي، هو واحد تقارن هيئات نفسيه عندها بعد رمزي وعندها بعد تمثل، كتقدر توضع لك صوره تشوفها وتقدر تدير لك جمله تقولها لك. اذا ملي كتلقى صوره كتحضر لك في الخيال ديالك وانت ماشي انت اللي بدعتي هذيك الصوره تتفرض عليك، كتسمى ظاهره البطاح لومونتيزم. والصوره ما كتجيش مستقله بوحدها، كتجي معها سلسله صور، وغتلقى ماشي غير صور اللي غيجيوك، غادي يجيك كلام، غيجيك كلام اللي ذوي العقل الضيق فوقاش ما تيحصلو كيسميوه بالوسواس القهري. احتراما للعقل ديال الناس لازم ما نعطيهم ماده فكريه، ماده بحثوا فيها العلماء وصاغوها العلماء.
هذه السنين كنت أتكلم لكم على البنية الحربية. وقاش ما كدوي معايا شي سيدة أو شي سيد كنقول له هذه راه بنية حربية. ما معنى البنية الحربية؟ اليوم غنعطي عنوان آخر غنسميها دائرة الشقاء. عنوان آخر سميتها دائرة الشقاء. هاد العنف النفسي كيف قلت لكم عنده مستويات، المستوى السطحي هو غولاسيون توكسيك، هو جيستيون دي زيموسيون وكذا. اذا الانسان ملي غادي يكون مثلا الزوج مع زوجته او الزوجه مع زوجها، او واحد فيهم ما تيعرفش يتحكم ويتمكن من ذلك الفيض المشاعر، كيبداو يتكلموا جيستيون دي زيموسيون، خصك تحكم في المشاعر ديالك، ما تبقاش تغبان، ما تبقاش غير تشكي، ما تبقاش غير تمرضان. وتنبقاو نردوا في هذه الجمل اللي غادي يوصلونا في واحد اللحظه من لحظات العنف، يوصلنا واحد يسب الاخرى ولا يضربه. يعني الانسان اللي تيكون قدام واحد في هذه الحاله هذه، الاخر ما عندوش القدره يستوعب اشنو داير هذا الشخص اللي هو كيعاني من العنف النفسي، او حتى هو تيفعل العنف النفسي راه ما واعيش. علاش هو سماه العلماء من العبقري فرويد العبقري جاك لاكان، سماه لانكونسيون، بمعنى ان لو كونسيون ناكسيد با، لو كونسيون ما تيشوفش شنو طاري. وغتشوفوا التداخل ديال 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 الاشياء. الغرض من 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 مثل هذه الحلقه هذه، انا الحمد لله دابا تقريبا 14 عام ولا 15 عام انا معكم، راه اصبح المستمع اليوم اللي كيستمع ليا بشكل منتظم راه اصبح عنده واحد الرصيد معرفي. صافي وليت كندخل معكم في شي ابعاد اللي هي ابستراكت، اللي هي نوعا ما خفيه، ولكن هذا المستوى اللي كنحب نشاركه معكم وتقاسمه معكم، لانه مستوى خالق مشاكل في حياتنا وفي حياتكم. هذا العنف النفسي كيبدا بواحد المبدا، انه كل ما هو باطني تيولي خارجي. ان الشخص ما كيميش، ما عندوش الفارق، ما عندوش الفاصل ما بين ما اسماه العبقري جاك لاكون لو برينسيپ دو ليكستيميتي. احنا عندنا واحد القدره على ان كنميزو اشياء اللي خاصه بنفسنا بذاتنا، ما كنخرجوها لتا واحد. راجل ما كيخرجهاش تحت مرته، ما كيخرجهاش لحدا مول حدا با لحدا حتى واحد، كيخرجها بينو بين نفسه وبينو بين الله. كسابيل لانتيميت، هادي غيسميو العرب السريرة. ها السريرة الباطنة، واحد الفضاء ما كيخرجش، المحتوى اللي فيه ما كيخرجش، ما كيظهرش، ما كيتقالش، ما كيتسماش. هذا راه هو اللي غادي نعتوه بالراشد. الانسان اللي راشد راه هو هذا، هو عنده اشياء كيعيشها في نفسه، كتحرقه، كترونه، كتفلوحه. الراشد عنده قدره يخليها في الفضاء الباطني في السريره. غيجيو ناس اخوه ديال سيدنا يوسف، وديك الساعه هو تولى الحكم، وتيقولوا له ان فعلها فقد فعلها اخوه مثله. الى هذا سرق، راه واحد اخوه من قبل هو كذا، هو تيدوب عليه. فتيقول القران الكريم فاصرها يوسف في نفسه. شتي هاد اصرها؟ راه هي اللي تيدوي عليها جاك لاكوم اللي كيتكلم على ليكستيميتي. ليكستيميتي هو العكس، ليكستيميتي كتقابلها لانتيميتي. لانتيميتي هو هذاك فضاء السريره، فضاء السريره. الى انه غتلقاو واحد الاشخاص راكم غتشوفوهم في حياتكم، اكثريه للاسف نساء، هنايا اكثريه نساء، يا هاد البلاصه هادي هي عند الرجال، غادي ينعتها تنعتها لا بسيكولوجي بواحد الشكل. ملي غتكلم على ليبوكوندرياك، ملي لي بسيكولوج تيتكلموا على ليبوكوندرياك، راه تيحاولوا يديروا احاطه بهادي، الى انه ليبوكوندرياك عنده واحد الفيكساسيون على كل ما هو امراض. كتضرها بزولتها كتقول لك فيها شي ورم خصني نمشي نقلب، كيضرها حلقها كتقول لك فيها شي ورم خصني نمشي نقلب، كيضرها راسها كتقول لك عندي شي حاجه في راسي ما عنديش شي ورم. كتلقى واحد الاشخاص بحال هكا. بون
لي بسيكولوج تيناتهم بالهيبوكوندرياك. حنا دابا في مستوى اعمق، لا الهيبوكوندرياك ما غيسلكش، غادي يصنفوه في لا كاتيجوري ديال لونغواس ديال لونكسيتي، ما غيسلكش ما غيسلكش، غادي يسلك سطحيا باطنيا، ما غيفهمش شنو عنده كاع اصلا. اذا باش بديت كان نصنف لكم هاد الاشخاص انه كل ما هو باطني فهو خارجي، ما عندهمش السريره، ما عندهمش، ما عندهمش سريره. اي حاجه كتروج في نفسهم من قلق، من فانتاسم، من هيجان، من تفرويح، كيوريوه لك، بمعنى كيجعلوا الاخر بحال واحد، بحال واحد سطل ويدو يحلو ويمضمض ويخوي. تخيل دابا امراه تكون عندك بحال هكا، او راجل يكون عندك بحال هكا، وتتجي انت مثلا في العشيه من الخدمه عيان، وكتبدا مرتك تستعملك بحال طاس ويدو، تبدا تمضمض وتلوح لك. تخيل الدماغ ديالك في التهاب، نفسيتك في التعب، وكتلقى واحد الزوجه بحال هكا، طق طق طق. اذا كاين اشخاص اللي كيبلعوا هادشي، كاين اشخاص كيبلعوا، كاين راجل اللي عادي مرتو بالطق وتيبلع هو عادي، ولكن راه ناس اخرين ما غيبلعوش. شكون هما؟ هما الاطفال، هما الاطفال، الاطفال كي عندهم حساسيه، هما الاولين تيتصدعوا، كيدخلوا في تصدع ملي تيشوفوا العنف النفسي كيدور في الدار، ملي كيشوفوا العنف النفسي كيدور في الدار، تيشوفوا البرانسيب الاول اللي هو ليكستيميت، كيشوفوا واحد ماماهم او باباهم تصويدو، عي كيجي كيحضر مثلا الزوج مع الزوجه، بالخصوص كتكون في العلاقه الزوجيه بالخصوص، راه شي الشخص اللي عنده ليكستيميتي او تيعاني من ليكستيميتي، راه ما غيديرهاش مع المدير ديالو، راه ما غديرهاش مع المدير ديالها او مع الرئيس العام، ما غديرهاش، غديرها مع واحد صاحبتها، وما دغيا كيبغيو يتصاحبوا، دغيا يرضوا علاقه ديال العمل يرضوها صحبه، ومن بعد كيتقاربوا بسرعه وعلى نقشه وتيتباعدوا بسرعه. تقول لك مالك قلبت عليها او نقصت مني، شافت فيا شوف عوجه طط طط طط. هما تيخدموا دائما تحت مبدا الخوف، هما محتاجين للخوف، هما تيعانيين من الخوف ومحتاجين للخوف، هما دائما خصهم يحسوا بانه كاين واحد الخطر وشيك، كاين شي خطر وشيك، واخا ما كاين والو، واخا حياتهم مستقره ماديا اجتماعيا عاطفيا نسبيا، هما دائما عندهم خطر وشيك الوقوع شي 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 مصيبه غتنزل عليهم، فدائما هما في حاله تاهب، بس مثل كومبيني حربيه، هما في حاله تاهب، ملي تيفيقوا في الصباح هما في حاله تاهب، والاشياء اللي حنا كنقوموا بها في حياتنا بشكل عادي هما عندهم انجازات كبرى، خصنا نجلسوا نصفقوا عليهم. سيقات المراه خصنا نجلسوا نصفقوا، طيبات المراه خصنا نجلسوا نصفقوا، دورات الماكينه التصبيغ خصنا نجلسوا نصفقوا، نشرات النشر خصنا نجلسوا نصفقوا، مشى تقدر الراجل ولقى الزحام وجا خصنا نجلسوا نصفقوا، مشى للمدرسه وحضر الاجتماع وجا وعطى معلومات خصنا نجلسوا نصفقوا، مشى للبنكه فيرسى فلوس وجابهم خصنا نجلسوا نصفقوا. هما ما كيعطيو لاي عمل كيعطيو له صفه انجاز هائل. دونك لاحظتوا دابا حنا زي فواحد التراتبيه، بنينا بالسريره ما عندهمش ما خدمهاش، عندهم البرانسيب دو ليكستيميتي، اللي عندهم داخل خارج برا، قلق غيخرج، اضطراب غيخرج، عيرة غتخرج، كل شيء برا، ولكن ماشي في اي موضع، في موضع اللي عنده عنوان المتعة، راجل مزوج باش يتمتع مع مرته، مرة مزوجة باش تتمتع مع راجلها، شتي هما كيجيو لهاد المتعة هادي وكيقطروا فيها السم، وعندها غاية، عندها غرض هاد النقطة هادي، هاد السم اللي غادي يقطروه بليكستيميتي وبحالة تأهب، وفي انهم كتلقاهم خادمين واحد الشكل هائل، خادمين. لا تلقى السيده
خدومه، وغتلقى هذا السيد اللي كيعلم هذه البنيه هذه خدوم، بمعنى راه يغسل لك رجلك. راه شتي مثلا السيد اللي عنده امراه مثلا من هذا النوع هذا، راه غيلقى داره مجموعه 10 على 10، الميكله طيبه بواحد الجوده 10 على 10، النظافه 10 على 10، النظام 10 على 10، وكل شيء في الواقع 10 على 10، ما تيخليوش لب فين تلاحظ. لكن حاجه واحده اللي غتمشي، شنو اللي غتمشي؟ حيث الغايه ديال العلاقه الزوجيه شنو هي؟ هو انه يتمتع بزوجته وهي تتمتع برجلها. واش اللي غتمشي هي المتعه؟ هو لو برانسيب دو جويسونس. هما تيضربوا في لو برانسيب دو جويسونس، هما تيعرفوا يحافظوا على لو برانسيب ديال لو ديزير اي دو لا ساتيسفاكسيون، تيحافظوا على الجوج، مبدا الرغبه تيحافظوا عليه، ومبدا الرضا انك تكون راضي اجتماعيا وصوريا تيحافظوا على مبدا الرضا الصوري والاجتماعي. برانسيب دو جويسونس كينحروه، ولكن تينحروه بواحد ذكاء شيطاني. كيفاش غتنحروا دابا السيده اللي عندها هذا المبدا ديال ليكستيميتي، ما عندهاش السريره، وفي انها محتاجه للخوف، وفي انهم سوريين كيحتاجوا لمساله الظهور. شتي هنا القضاء كيجتهد في هذا الباب، ونصنفوا العنف النفسي انه يتحاكم. الذي نعتقه مؤسسه الزواج ونعتقه المجتمع الى انه ورش شبه مستحيل. لهذا تيصعدوا الناس وتيمشيوا للعنف الجسدي. لان شخص ما عدا المحللين فطاحلين اللي كيقدروا يقشعوه. اما شي يطيح في مراه بحال هكا او راجل بحال هكا، ما تقدرش تلقى حاجه اللي تلومو فيها، ما تقدرش. تيحسبوا حسابهم بشكل استثنائي، قلت لكم بجوج اللي كيطلعوهم. برانسيب دو جويسونس سي لي زونفون، وانا اللي هامني هما لي زونفون. برانسيب دو جويسونس شو لكم انا، اللي هامني هما ولادكم. اذا لو برانسيب دو جويسونس كيفاش كيضربوه؟ هنا اللي حداه شي كمبيوتر، نبغيكم تمشيو الموتور دو ريشيرش وديروا انامورفوز سيلندريك. نبغيكم تبحثوا على واحد الشكل فني. تنحيي الناس ديال الفنون التشكيليه، و كاين واحد الفنان الاستاذ عبد الخالق بن الفقيه، راه عنده اون اكسبوزيسيون 15 نوفمبر يوم الثلاث مع السادسه مساء. لا قدرتوا تمشيو تشوفوا هذا الفنان، غتشوفوا شي اشياء استثنائيه استثنائيه. غنبغيكم تبحثوا على لانا مورفوز سيلندري، بغيكم تشوفوها. هل هاد لانا مورفوز سيلندريك اش غتلقاو فيها؟ غتلقاو فيها واحد الصورة مرسومة في الورق، صورة مشوهة. ووسط هذيك الصورة غتلقاو واحد السيلندر ديال الزاج. شوفوا الفنانة شنو بدعوا، وهذا الشيء راه في القرون الوسطى في اوروبا بدات، راه ماشي ايه لا مخفوص سيلندريك، راه بدات هذه قرون. غتلقاو كيف قلت لكم الصورة اللي في الورق مشوهة، ولكن الانعكاس ديالها فهداك السيلندر، فهذيك الأسطوانة الزجاجية، فهداك السيلندر تسمي العرب الطنبور. الانعكاس ديال الصورة المشوهة اللي هي في الورقة غتشوفوها في السيلندر، غتشوفوا الانعكاس ديالها صورة جميلة مشوهة في الحقيقة ديالها، ولكن في الليلوزيون، في الليلوزيون الوهم ديالها، ذكرى غير وهم، الليلوزيون راه وهم ماشي حقيقة، في الوهم ديالها جميلة. أنا غنعطيكم دابا تصور على الأشخاص وما هادو وما هادو. إذا ملي كتصل واحد السيدة أو واحد السيد
وهذيك السيدة كتوصف نفسها بأنها خدوم، بأنها حنينة، وبأنها كتضحي دائما. أنا كندير احتمال ربما امرأة صالحة وعارفة، ربما إلى أن شخصيا ما كنلقاش منهم، ما بقاوش. امرأة صالحة وعارفة راهم قلالات، ورجل صالح عارف راه قليل. معظم الناس أنا مخفوص سيلاندريك، أنا مخفوص سيلاندريك، ونبغيكم كيف أنا كندير هذا الاحتمال على نفسي وعليكم، أنتم ديروا عليكم. دائما ديروا احتمال بأن المرأة، بأنك أنت لله أنت سيدي، بصح راك صالح وعريف وكدير هذا الشيء وكتجري وكتعب وكتضحي وكتغر، او دير احتمال قول له ودي هذاك السيد عنتبه شويه ريو، ياك ما انا مخفوز سيلندريك. ها هي ماشي صدفه ان هاد الفنانه غادي يرسموا هاد المساله هذه، ماشي صدفه ان علماء التحليل النفسي بالخصوص العبقري جاك لاكون غادي يشتغل على مخفوز سيلندريك. ماشي صدفه، ماشي صدفه ان واحد تيار ثقافي تشكيلي، انتم غتشوفوا، دخلوا شوفوا انا مخفوص سيلندري، غتلقاو العجب، غتلقى جسم في لامورفوز مشوه، ولكن ملي كتحط له السيلندر طبيعه الحال راه هندسه، هذيك راه ماشي ناس جاوا خربقوا، راه باش تنعكس الصوره المشوهه في السيلندر ديال الزاج وتبان لك صحيحه وجميله، راه دار واحد ترافاي بيرسبكتيف ديال الهبال. ولكن راه بلا ما شعروا هذوك الناس، هذوك لي زارتيست عبروا لينا وشكلوا لينا تمثل ديال واحد البنيه نفسيه اللي عنوانها الرغبه التي لا ترضى، لو ديزير ان ساتيسف. علاش قلت لكم ملي غادي نتكلموا على لا جيستيون دي زيموسيون راه ما غنلقاو والو؟ علاش قلت لكم العولمه دابا راه كتشلط، راه كتعطيكم مع البطاطا المسلوقه وتعطيكم مع القشره ديالها، راه كتقشر لكم على البيض. اذا دابا منين بدينا من ليكستيميتي، اشخاص ما عندهمش السريره، ما عندهمش قدره، ما تشكلاتش عندهم السريره، تيعانيو من عدم تشكيل السريره، تيعانيو. جاك لاكون كيوصفهم سي كوم سي لانكونسيون ايتي ا ديكوفير، كيقول لك اللاوعي كانه فضاء اللاوعي خارج برا عريان، بمعنى انه هنا رحنا قراب لافولي. شتي هنا رانو سوم فيما تسميه لا بسيكولوجي مودرن بوردر لاين. ها علاش بزاف الناس ما تيعرفوش يتعاملوا مع البوردر لاين؟ لانه هو سيت اون ستركتور ريزولتانت، ورا نتيجه واحده اخرى. اذا اللي هو مشى درس بوردر لاين في حد ذاتها على اساس سيت اون ستركتور اليمونتير تيبيك، ما غيخرج هنا في لا ثيرابي كوليتيف وكومبورتمونتال، ما غتعطيش هنا، سي لا ليميت ديالها. باسكو نو سوم في واحد ليسباس، واحد الفضاء اللي خصو يكون فيه لو غفولمون. ما معنى لو غفولمون؟ ان اشياء كتزعجك فاصرها يوسف في نفسي، معنى الا غفولي. جاك لاكون تيقول لك نو بو اتر غفولي كو سكي سامبوليزي، ما يمكن لك تدحر اشياء فضاء السريره الا الاشياء التي تم استيعابها. الأشياء التي لم يتم استيعابها ما يمكنش يتم دحرها في الفضاء النفسي في اللاوعي، والأشياء التي لا يمكن دحرها في فضاء اللاوعي كتبقى خارجة، كتبقى ظاهرة فكتحمق مولها. إذا شتو حد هنا فهو مفعول به، هذا غيتصنف في الخانة ديال المريض، هذا نوعا ما غيترفع له القلم بشرط أنه يستوعب أنه مريض. ولكن إحنا في واحد المجتمع عنده الاضطراب النفسي كانك تتسب له باه ومو جدو، اللي تنعتيه وقلت له عندك اضطراب نفسي الغرض انك تفيده، الغرض انك تفسر له، تيقندش ويتنفر كانك سبيتي له امه وباه وجدو والدين ديالو والمله ديالو، سبيتي كل شيء. او واش حقيقه واقع نفسك دكتش اي اختصاصي اي خبير تقراه، وملي كتجي وكتوصل واحد الجمله كتقول له ترى كذا وكذا، او المهم. اذا دابا تخيلوا معايا، ها هو اضطراب الكدوكدر، قلت لكم هذا الاضطراب راه كيوصل للجنون، حيت الاشخاص هادو
شتي الا مشات عاشو واحد الضغط وتزيرو راه الديليير. راه هادو هما اللي تيكبوا لي على راسهم وتيشعلوا في راسهم العافيه. راه هادو هما المرا اللي كتحوش راسهم وكتلاح. هادو هما المرا اللي كتقعد في الطوموبيل وكيتخاصم مع راجلها في الطوموبيل كتحل بها الطوموبيل تبغي تلاح في الطريق في الطرود. راه عندهم واحد باساج من نورمال ديليرا بسرعه نورمال ديليرا. واش شتي هذيك البلاصه اللي ديليرا؟ هذاك هو البلاصه اللي فيها البوردر لاين. هذاك هو ايطا ليميت. ايطا ليميت هو تيدوز من نورمال لواحد ليطا انورمال اللي فيها جنون مطلق. دابا باش كيحميو راسهم من الجنون المطلق باش حيت هما راه مشاو تضغطوا وعندهم الطاعه دم سنانهم وعندهم الخضوع للامر دم سنانهم. راه ما تيقبلوا لا يتامروا لا يتنتقدوا ما تيقبلوش باش هما تيضبطوا باش كيديروا واحد النوع من الفرامين باش لا سميتها لكم بيئه حربيه. هما تحاربوا مع راسهم لان التمثل اللي عندهم. اعطيتكم دابا المثال ديال لاناموغفوز سيلندري. شتي الجسم صورته في الاستيعاب النفسي هي ديك الصوره المشوهه اللي غتشوفوا في لاناموغفوز اللي حداه دابا شي موطو دو ريشيرش وطابيتو اناموغفوز سيلندريك. شتي ديك الصوره المشوهه هذيك هي الصوره اللي عندهم في الاستيعاب في البعد النفسي. الجسم ديالهم هو هكاك ما كيشوفهاش صوره مشوهه. تيحس بصورته موسخه دائما. عندهم مبدا الوسخ عندهم شي حاجه مع الوسخ. فملي كتجي هذيك الوسخره من لا مخفوز من هذيك الصوره اللي هي مشتته شتي لا مخفوز الصوره المشوهه هذاك هو صاحب الرغبه التي لا ترضى. والسكيزوفرين ما عندوش انا مخفوز عنده هذيك الصوره مقطعه عنده لا كاكاتوني دو ليماج عنده الصوره مجزئه. فخصو دائما يدير مجهود فكري باش كيجمع واحد الشكل علاش هو تيتهلك. لان دائما هو بحال اللي قلتو بحال اللي عندنا واحد الكونسونتراسيون بيرمانونت دائما. اذا باش كيشدو هما الفراميل باش ما يحماقوش باسكو راه غيحماقو كيتسطاو على الظهور لا لوسيون دو باريتر تيبغيو يبانو اتر فو. والو بلوز امبورطون تيبغيو يكونو اوبجي دون بولسيون سكوبتوفيليك. دابا علاش قلت لكم كيضربوا لا جويسونس في لو رابور مع الاخر. مراه مع راجلها راه غضرب لا جويسونس غتنحرها لان هي الجوي في بلاصه اخرى. هي الجوي quand elle fait l'objet d'un regard désirant sur elle. هما هنا تيعانيو من اون بولسيون سكوبتوفيليك اكزيبيسيونيزم. عندك وتسحابو راه كاين المراه اللي باش تمشي تشري الخبز خصها دير الميك اب ديال العرس. واش هذا كله حب في الجمال؟ واش هذا كله حب في الجمال؟ لا ما يمكنش المراه تمشي موعد بسيط بشي غير المدرسه تشوف الاساتذه خصها تلبس احسن لباس وتماكي احسن. ويلي كاع هذا كله حب جمالي لا لا. شتي علاش حنايا في التحليل النفسي نوعا ما قلال وصعاب؟ لان راه ما عندناش شي حاجه سميتها بنيه حميده. راه ما عندناش حنا ديما تنقلبوا على اينا والعلماء لقاوها وحنا تحنا تنقلقاوها. وسيدي ربي جا وضعها لنا في القران وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هو حط علينا وما حطاش لنا كنا نبقاو نتلاغاو. إذا علاش هي غادي تضرب لا نوسيون دو جويسونس؟ تبقى لي جاك لاكون هو صاحب هاد البنية الاستثنائية استثنائية ملي غادي يعاود يحلل لوكادورا. لوكادورا واحد لوكا مشهور عند فرويد وتناولوا العبقري جاك لاكون فورماسيون دو لانكونسيون بواحد الشكل استثنائي. علاش علاش كيضربوا في لا جويسونس؟ ما معنى كيضربوا في لا جويسونس؟ ان المراه اللي كتعاني من هذه البنيه هذه ديال الرغبه لا ترضى او الراجل اللي كيعاني منها ما كيبقاش يحمل لا جويسونس سيكسيوال. ما كيبقاش يحملها غادي يميل ليها ملي غتضرب لا بولسيون
غادي يولي كيتناولها غير باغ بولسيون. اما باش يدخلها في الثقافه ودخل المراه في الثقافه اللي هي لاجبيسيون سيكسويل مع راجلها تولي ثقافه، لانها مرة تزوجوا لهذاك الغرض غتضربها. كيفاش قلت لكم كتضربها؟ راه عندهم واحد البنيه شيطانيه. هو شفتوا ملي كيف ملي كيفيقوا الصباح وهما عندهم الانجازات اللي خصنا نصفقوا عليها كيديروها كذريعه باش في العشيه تقول لك انا مريضه انا عيانه. ذريعه هذيك ذريعه شي ديك تمرة والدراري نعياوني وانا المراجعه معاهم صعيبه وانا المدرسه كيعيطوا ليا وانا 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 باش في العشيه ملي تبرك حتى راجلها ويشوف فيها ويتشهاها هي عندها الذريعه. فقسوني ولادك اليوم، تراموي بلوكي، صافي رحم الله ديك الليله مشات. لغدا عاوتاني داري اخرى لغدا. فما تقدرش انت تجي وكتشوف اشياء اللي قدامك ضروريه، سياق تصبان تتيتري مدرسه وتراجع معاهم تقدى مشات دات لكمك للسبيطار. تخير خادومين قلت لكم راه خادومين، راه غاتدي لكمك للسبيطار وراه غاتدي لك باك المقاطعه، راه غاتسيق الدار البيضاء كلها، راه غاتعاود الجفاف في الفيجي كامله. لكن اللحظة اللي هو الأساس اللي علاش دار الزواج هو هذيك الموت، هذيك لاجويسونس الذريعة. ها أنت غتحط لك لي ستين. دابا الأطفال اللي في هذا البيت راه قلت لكم جوج اللي كيقشعوا هذه البنية، الأطفال والمحلين. شي تعيطوا عليا ندخل الدار عندكم نقشع عليكم في ربع ساعة نخرج عليكم ونقول لك أنا مخفوز على الله. أطلبي من الله المغفرة غتدخلي جهنم، أطلبي من الله المغفرة ما غفرش لك تدخلوا جهنم. حيت هنا راه كيتحاسب معكم الله عندك وتحاول غتحاسبوا. حيت واحد البلاصه راه تيوعى الانسان، شتي مازال في المرحله الاولى ديال الاكستيميتي هنا مفعول به، شتي في المرحله ديال الخوف ومحتاج للخوف وفي انه محتاج للظهور لصيغه المنظور مفعول به. ولكن ملي وصلنا اون سو دون افوار، السيده في دارها شد بيجامة النمر بينوار ما فيه ما يتشاف وغالبا تيكون قديم يكون عزيز عليها قديم باش تضرب هذيك لا جويسونس باش تضربها. وتخيل انت غادي تلقى مرا ديال الشد وديرها ماسك ديال الغيس، تخيل غاسول في وجهها ديرها واحد الزيت والثومه وداكشي في الراس ودير واحد الشد وكتقول لك النهار دوزتو ديت امك السبيطار. اذا انت مع ذلك كنتي ميت الذوق غادي تنعس معاه بحال هكاك من الناس اللي ذواقين ما غيبقاش باغي صافي غيدير بنقص. ولكن هذيك السيده هذيك اللي لابسه هذاك البينوار قديم اللي دار هذاك الشد كيخلع اللي دار هذاك الماسك تيخلع وراه غتمشي للمخبزه غدير المكياج دارس راجلها ما يبقى فاهم والو او غدا على المخبزه شو كي دارت وانا اللي الكل شو كي لابسه ليا. بان لكم دابا علاش العنف الجسدي ما عمره غيتحيد من المجتمع، لانه هو راه كيعشقها هو راه محروم منها وهو راه حلاله ما كيزنيش. واللحظه اللي كيجي وتيحط هذاك السلاح ديالو ويبغي يتامل شويه في شي حاجه كتحط له الذريعه، امك ديتها السبيطار ولادك المدرسه السياق، تيقول له ودي ما تبقاش تسيقي ما تديش امي ما تقريش الدراري، واش ممكن تعطيني غير ساعه؟ هاوي غتقلب له تشق وانت ما كتفكر غير في راسك وانت نرجسي مع قراو شويه جوج حروف ديال هذاك الدريال انت صافي. اش غيدير؟ كيس صينيه كيشير على بها او تيمشي تيشرب الشراب او الحشيش او تيزني. بالكم العنف النفسي شحال خطير. دابا الدراري حاضرين في هذا المحيط، الدراري كيتقوتوا من البنيه العاطفيه العائليه، الدراري تيفهموا ابتداء من 7 سنين وكاين اللي صغر منهم كيفهم من 4 سنين ونص كيبداو يفهموا. ملي تيفهموا ما عندهمش اللغه، شي دابا انا كنقدر نسمي لكم بنيه ببنيه جمله بجمله كلمه بكلمه ونعطيك السلسله ديالها ونعطيك السلم ديالها والهيكل ديالها. اطفال باش كيجاوبوكم باش غيتكلموا معاكم بالاعراض بالاعراض. اللي استمع مؤخرا فهاد الاسبوع كانت اتصلت واحد الام على واحد بنتها كيخرجوا فيها بحال واحد الحروق وبانه لي ديرماتولوج ما عرفوش وبانه الطب الباطني ما عرفش. وقلت ليها عزيز عليك تنضي شغلك، قالت لي ضروري وانا نشعل. عندك تسحبوني انا كنشعل
حيت قلقاتني ولا حيت انا عندي مع مشكل. ما عندي مشكل مع حتى شي مستمع، انا راه كنحب المستمعين وكنحب المواطنين وباغي لهم الخير، وهذا التعب وهذا المجهود اللي كندير راه حبا باش نسلك حبايبي المغاربه من شي حوايج ما عمرهم سمعوا عليهم، ما عمرهم شافوهم، ما عمرهم غيسمعوا عليهم. علاش شعلت؟ لان بنتها اظهرت ما بها من ضر. وشنو قالت لي نفسها؟ ضروري. ما معنى ضروري؟ معناتها واجب، معناتها شيء ملزم. ولكن المحلين ما كيسمعش بحال اي ايها الناس. انا شكلتها الضر والري، وهي بنتها كتوريها الضر. ولكن هي راه غادي تسال العالم كله، هذيك السيده غادي تسال العالم كله، وغتبان بان هي ضحيه، وفعلا راها ضحيه. ولكن راه ما كاينش منا اللي ما عندوش نصيب في المصيبه اللي عنده. فين هو نصيبك لاله في البنيه الحرميه؟ فين هو نصيبك لاله في العنف النفسي الخافي؟ فين هو نصيبكم في المآسي، في دائره الشقاء اللي كتصيغوا يوم عن يوم وكتوصلوا الله سبحانه وتعالى باش يخرجكم منها وانتم هما ليها؟ لنا فاصل ثم نعود. علاش هو عنف نفسي؟ علاش؟ لانه الشيء اللي هو خصو يكون هو المح ديال البيض ديالنا، وذاك القلب، ذاك القلب الحلو اللي هو المتعه، هو الواجبات والمعاناة والإكراهات ديال اللي كنعيشوها يوميا كتهرس منا واحد الإقبال وواحد الاستقبال لصيغة المتعة، تهرسها. وحنا واعيين بأنه الرهان هو هذيك المتعة، حيث بلا هذيك المتعة راه الإنسان غيولي عايش حياة من دون معنى. هاد الاشخاص هادو كيخرجوا المتعه ديالهم في لابولسيون سكوبتوفيليك لورسكيل فون لوبجي سو دوني افوار، كيسميو اهل التحليل سو دوني افوار. هاد لي بيرسون، هاد النساء او هاد الرجال اللي كيعانيو هاد البنيه ديال الرغبه لا ترضى، لاحظتوا العلماء فين مشاو؟ ما مشاوش لا غولاسيون توكسيك، ما مشاوش لا جيستيون دي زيموسيون، ما مشاوش لو سيندروم ايبوكوندرياك، مشاو للصين في الرغبه، مشاو للصين في الرغبة اللي هو اللي غيشكل لك الحقيقة ديال لي طون. شنو هو لي طون؟ هو الحالة النفسية اللي غتكون فيها. فهاد الأشخاص تيقول لك ما تهتمش بالحالة النفسية، ما شغلكش، شغلكش وهو مورك عليك بيها، واهتم بما أقوم به من إنجاز. شتي علاش هو عنف؟ كيقول لك ما أنت كتشوف مرتك وجهها صفر، وجهها ازرق، وجهها رمادي، مراك تشوف راجلها وجهه صفر، وجهه ازرق، وجهه رمادي، كتسحاب تابعينو البوليس، تابعينو شي عصابه، كتسحاب عنده شي ميل في المحكمه، كتسحاب كتجي كتستفسرو، ما عندي والو، مالك؟ ما كاين حتى شي حاجه. اذا هي كتقول مقلق ربع ساعه، هو تيقول مقلق ربع ساعه، ولكن راه يوميا كتعاود الفيلم. شنو الذريعه؟ حيت ملي غتجي تستفسر مرتك اللي وجهها ازرق واللي وراجلها وجهه ازرق، مالك؟ خصو يجاوب. هي هذيك مالك مواجد ذلك الجواب، وما كتشوفنيش شنو كندير، على انت بالسلامه شنو كدير، ما كتشوفنيش شنو كندير. شتي ها هو الالزاميات والواجبات ديال الحياه صبحوا ذريعه باش نسفوا صيغه المتعه، لان هي خرجاتها، هي خرجاتها لوغسكيل سو دون افوار. علاش السلفيين ذكيين؟ على السلفيين في الحركات الذكيين علاش داروا الخمار ولبسوا المراه اللباس هكاك باش يحيدوا لها صدر الافوار؟ لا اهل العلم انا ما متفقش، لا بغات تلبسوا من ذاتها الراس شغل هذاك، ولكن كحضاره كمجتمع مغربي انا ما متفقش باش نخرجوا المراه في واحد كوستيم باتمان، لا. ولكن راه غتلقاو نساء غيقبلوا، هما نساء راهم خرجوا من دول من المغرب، مشاو لسوريا، مشاو لعند دواعش وخربوا هذاك لباس باطمان، راه غتلقاو نساء يقبلوا باطمان وما يقبلوش العلم، حيت العلم غير شرحك، غادي يخرج منك الحقيقه، واخا بالخصوص الا كانت جميله وبنت عائله وكتصلي،
شتي يا ريت كو داروا السيئات، السيئات غادي تجي تتنازعهم، ولا راك يقراوا القران وراك يصوموا وراك يصليوا راك يديروا الصدقه راك يديروا الخير وراك يديروا عنف نفسي من اللي كينسفوا. هذيك لا جويسونس. علاش؟ شو جاك لاكو هو صاحب الجوهره، قال لك بوغ دوموري لونجو دو ديزير دو لوتر. حيت ملي كتناول المتعه من مرتك وملي كتناولي انت المتعه من راجلك، واحد اللحظه راك تتشبع، واحد اللحظه راه كتبرد لك هذيك ساعه المتعه. لا هما ما تيبغيوش ان الاخر يغلغل فيهم، نو 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 نو، ستبقى دائما موضع رهان، بحال اللي غتزايد، بحال يكون نهار غتخطبها، بحال يكون نهار غادي تنافس واحد جا خطبها من جهه اخرى وانت كتقول لها انا احسن منه وغنعطيك وغنفعلك. هما كيبغيو يكونوا موضع رهان فيه تنافس، وهذا الشيء كله مرضي وبنيه مرضية صعيبة جدا، أعراضها خفية كتذوبوها في الواجبات وفي الإلزاميات ولكن بصح اللي عارفة وصالحة وكتدير هذاك الشيء حبا في الله وحبا في الناس كاينين، وكاين أغلبية. أنا محفوظ السيلندريك، معنا لالا سارة من بنغرير. مرحبا لالا سارة. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لاله ساره. السلام بروفيسور، اول حاجه بغيت نشكرك على المجهودات والوقت ديالك. بارك الله فيك. لاله مرحبا بك. الله يخليك بروفيسور، انا عندي واحد المشكل اللي حرت فيه بزاف وما بقيتش عارفه شنو ندير. بحالاش؟ انا ستاجير في واحد السبيطار اللي ما غاديش نقدر نقول السميه ولا المدينه على المباشر، ولكن نقدر نخليهم لك اذا بغيتي. مرحبا، خذ الايميل ديالي وصيفط لي المعلومات. واخا شكرا. مهم هذه شهرين باش باديه معاهم كان كلشي مزيان، حتى لواحد النهار كتجي عندي واحد المسؤوله تماك كتخبط عليا كتقول لي جمعي شعرك بحجه انه طبيعه الخدمه ما خاصش شعري يكون مطلوق. انا تقبلت الامر واخا ماشي بوحدي اللي شعري مطلوق تماك، قلت ماشي مشكل. فاش بقيت نجمعو قالت لي وريني لوتريزاسيون ديالك. فاش وريتها لها عفوا كيتقطع الصوت. لا ساره بشويه عافاك، قالت لك شنو لوتريزاسيون ديالك؟ وراه قالت لي وريني لوتريزاسيون ديالك. شنو هي لوتريزاسيون؟ صحيح ليا زعما كاين لوتريزاسيون ديال انني اللي عطاها لي الاداره باش ندير ستاج تماك. اييه فاش بغيت نوريها لها خطفات هذه من يدي وقالت لي اعتبري راسك راك مطروده وما تحطش ثاني رجلك لداخل. فاش سولتها على السبب الطرد ديالي تجاهلتني. فاش طلبت منها ترجع لي لوتوريزاسيون ديالي حيت هذيك خاصها تكون تبقى عندي انا. وقلت لها بلي هذا الشيء اللي درته معايا راه غير قانوني، عارتني بكلام ديال الصنقه اللي صراحه اثر لي على النفسيه ديالي ومسني في الشرف ديالي، وقالت لي اللي في جهدك ديري، اش كيحسب لك راسك انت غير ستاجير. ما كتبتش غير بهذا الشيء، مشات دارت لي ريكلاماسيون للاداره ومنعت عليا كاع لي سيرفيس اني ندخل ليهم، يعني من هي مسؤوله غير على سيرفيس واحد. حاولت ندوي مع السوبيريور ديالها، شرحت لي شنو وقع ليا، قالوا لي واخا واخا مي حتى لدابا مازال ما كاين والو. الله يخليك بروفيسور، السؤال ديالي دابا هو شنو خاصني ندير في هذا الموقف هذا، حيت فريمون كنحس لا حول ولا من بعد هذا الطموح الاستغلال اللي عانيت منه. لا حول، ها انت بنتي، ها انت غير صبر بنتي عزيزتي، صبر عافاك الله يرضي عليك. صبر، اولا خذ الايميل ديالي ياك، هي غتعطيه لك المخرجه ملي نكمل معك المكالمه، رجع لعند المخرجه العايده غتعطيك الايميل ديالي، صيفط لي الوثائق ديال ستاج المؤسسه اللي انت تابعه لها وهذه المسائل هذا ياك. دابا بنتي ساره، انت مشيتي للمجال الصحه ياك؟ ها؟ مشيتي مجال المختبر اللي هو دائما المنظومه الصحيه ياك؟ تركها. فهاد شتي المنظومه الصحيه حاليا في المغرب كتعيش الغليان، كتعيش الغليان. علاش كيعيشوا الغليان؟ هو دائما العلاقه ديال المواطن بالمؤسسات الصحيه في المغرب دائما فيها نوع من الشبهه، فيها نوع من الشبهة، وهذه الشبهة أن المواطن ما تيبغيش يمرض وخايف يمرض، وإلا مرض كي كي كيولي عاطي راسو الجزار، تيقول لك غادي نمشي عندهم غيجزروني. ماشي كلهم، ما كنعممش، ماشي كلهم، ولكن راني ولد البلاد
راه مغربي ولد البلاد، راه عدد من المؤسسات الخصوصية بالخصوص من الكلينيك راه عندهم شي وسائل كيفاش كيخدموا، وداك الشيء راه خطير. نعطيكم مثال، ملي ضربات جائحة كورونا في المغرب، غرف الإنعاش قلال في الدار البيضاء، وفي المغرب كامل قلال، غرفة ديال اللي يكون فيها لو سيستيم داسيستونس ريسبيراتوار والمسائل ديالها قلال هاد الغرف. أخبركم بأنه ناس أغنياء شراو السوارت ديال الغرف الإنعاش، بمعنى كيمشي لعند كلينيك عندها مثلا 5 الغرف الإنعاش أو 6، تيخلص ليها عام، كأن الغرفة فيها واحد مريض كيخلص ليهم عام، والكلينيك تتقبل مول الفلوس، تيقبل الضمير ما عندوش، ومول الكلينيك تيقبل. وغيجي مواطن اللي محتاج الغرفة ويقولوا له عامرة وهي راه خاوية لأنها راه شرا لها الساروت. كاين أطباء تيوجهوا ملفات للكلينيك على أساس خص دار عملية، ولا تنعرف أصدقاء عندهم كلينيك عندهم ضمير، تلقاو بأن هذاك المريض ما خصوش دار له عملية، ولكن هذاك الطبيب تيقول لهم أنا تخلصوا لي البورسنتاج ديالي على أساس العملية، دبر راسكم نتوما. علاش؟ لأن عندهم الميتوال. شتي هاد البلاصة هادي؟ هاد راه سميتها المافيا، هادي هاد راه سميتها الجشع. نتحدى شي مؤسسة نيابة العامة تدخل على الخط، نتحدى وزارة الصحة تدخل على الخط، ما يقدروش يشدوا هادشي. هادشي عا كنسمعوا له، شي عا كيروج، شي عا كيمشي ويجي، اللي هو الواقع، جزء من الواقع ماشي كل الواقع. أطباء كاينين صالحين الله يجزيهم بخير، كاين طبيبات صالحات كيحبوا المنظومة الصحية ومضحيين بوقتهم بصحيحتهم، قراو وتعبوا وطنيين ما بغاوش يمشيو لبرا. وكاين واحد آخرين اللي ما كيهمه هو لا الوطنية ولا المواطن، تيهمو الفلوس. إذا شي ها هو الواقع ديال المنظومة الصحية، خصها نوع من التخليق. كيفاش غيدير التخليق؟ يلاه كيفاش غيدير؟ بالجزري؟ ما يمكنش، ما نبقاش نبقاو نحاكمو في أطباء، ما يمكنش، هما أصلا قلال. خلي الباب مفتوح على مصراعيه الفوضى. كيجيو ناس بحالك بنتي، نتوما اللي غتجدوا المنظومه بحالكم، نتوما هما جهاز المناعه، نتوما هاد الشباب اللي نقيين في نفسيتكم وفي عقليتكم وقريتوا تعلمتوا باش تخدموا المنظومه الصحيه الانسانيه اللي هي ارقى عمل انك تعالج، سواء حتى المختبر داخل المنظومه الصحيه، لان ما درتش التحليل كما ينبغي بشروطه بقواعده راه كارثه. اذا تغيير بيديكم نتوما، ولكن نتوما اش غتلقاو؟ اش غتلقاو قدامكم؟ وغتلقاو قدامكم هذوك الناس اللي مستغلين المنظومه الصحيه، اللي مستافدين من العمل في المنظومه الصحيه، اللي ما كيهمهمش خدمة الآخر، ما كيهمهمش الإنسان، أو اللي عياو تهلكوا مابقاش عندهم القدرة لاحتواء الإنسان. كاين اللي ما حاملش الإنسان، وكاين اللي تهلك عيا مابقاش قادر تشوف شي واحد ولا شي حاجة. إذا أنتم راكم حاملين على كتفكم، وخا شباب باقي صغار حاملين على كتفكم تجديد هذا الموضع اللي هو صعيب صعيب تجديده. عشان نحترم السيد وزير الصحة سي أي طالب، ولا شي وزير قبله، ولا شي وزير بعدا اللي كانوا شحال هادي لي غران بروفيسور، ها دوك ناس مستوى هائل. هو الناس اللي واعيين بالمنظومة الصحية وعارفينها مزيان وتيجدد فيها وراه تلقى صعوبات. دابا انت غتلقاي صعوبات، اذا عفا بنتي ما تاخديهاش لشخصك. هذه ماشي قاصد ساره بنت فلان الرجل الشريف والشريفه امها، ما قاصدش لينا شخصك، قاصد علاقه اللي هي العلاقه مع ستاجير، اللي هي العلاقه مع ستاجير. للاسف انه في مجتمعنا
عندنا واحد العدد من الناس حقاره، لانك كان باك ولا امك فلان رئيس بنكه ولا عامل ولا والي ولا الله ما تعمل معك بزاف. المغاربه حقاره لان جبانه خوافه، الحقار جبان، الحقار جبان. ملي كيلقاو ولا الدراوش يلعبوا السبوعه، علاش؟ لانها مكبوته. دابا انا غندخل ليها في شخصيه، لانها مكبوته، لانها ما كتعاشرش الفحل، وحتى ملي كيعاشرها الفحل ما كتلذدش، محرومه من اللذه. وانتي فيك الانوثه خارجه من شعرك. علاش قالت لك جمعي شعرك؟ لان الشعر هو رمز الانوثه، الشعر هو هذيك الانوثه اللي كتقول لك بحال العالم كيرفرف، كتقول لك اجي تشوف شنو كاين داخل، اجي تشوف. فملي طلقات عينيها عليك وشافت الانوثه كيفاش بغيتها تقبلها؟ هي راه ميته، انت راه عندك الانوثه معناتها حيه، وهي راه ميته، هي راه كادافر جثه كتمشي. هي واحد شويه وطلع منها ريحه الدود، راه جيفه هي، ما حياش، هي راه ميته. اذا ملي شافت الجمال وشافت الانوثه كيفاش بغيتها تصبر على الحسد؟ ما كاينش في الناس. على الغيره والسم ما كاينش في الناس، ولا اش كتحاب؟ اش كتحاب؟ ها السم والحسد والغيره اللي كاين في واحد العباد، نسال الله السلامه والعافيه. غارت منك حسداتك على انك عندك حب العمل، وهي عندها كره العمل. هي كتكره العمل وانت كتحبي العمل، انت كتحبي المبدا، هي فقدات المبدا، هي ما عارفاش اصلا علاش جايه تخدم كاع، ما عارفاش. هي راه جايه تخدم حيت عاجبها واحد الباترون تما، باغا تبان حداه، هو كاع ما مسوق ليها، هو مزوج مرتو، كيحب مرتو وليداتو، وهي كتحب راسها راه ما عارف شنو، وتجي وتهضر بفرونسي وتهضر بكعدة وتبان حداه وتلبس طابليه مولون، هو راه ما كيحمل لا طابليه مولون ديالها ولا وجهها ولا صوتها. كبوتين. اذا ملي كيجيو شابات بحالكم خصهم يحيدوا المنافس، حيت انت غيهتم بك المدير، حيت انت ما باغي لا تباني ولا تعجبيه ولا ديري له سيدكسيون ولا حتى حاجه، انت جايه تعلمي وباغي تقني السطاج ديالك وتمشي. هي خصها تحيد المنافس. او شابه بحال هذه وسيمه ومؤدبه وعندها الانوثه تدخل عنده غيهتم بها اكثر مني انا، العقروشه الميته الجيفه، ما تقبلهاش، ما تقبلهاش. اذا هادو ناس كيخرجوا سمهم بحال دوك الناس اللي كيحقروا على العساس. كتجي كتلقى وحده خارجه من السوبر مارشي مقديه مليون، مليون ديال التقاديه، 10000 درهم تقاديه تتعمر في الكوفر، الله يزيدها ويغرقها، وجوج درهم تتعاير في العساس، تقول له شنو هو توقفوا علينا يا ودي؟ ما نوقف عليك، شنو قال لك؟ جا عندك عريان؟ لا لا، يخطي عليك العساس، راه حاضر لك الشارع كله. هذاك راه عاون السلطه قدو قداش هذاك، هذاك يقطع لك المراه الكبيره ويحدي لك ولدك الصغير وبنتك الصغير، ويشوف شي واحد غيخدش في طوموبيلتك بجوج دراهم تعز فيه. هما اللي كانوا صحاب القفوله كيتعداو عليك ب 20 درهم ويجيو ويدرقوا ورا شجره، انت كاع كتقلب عارفين دير هذيك جوج دراهم، كتقلب عليها، كتقلب هذيك لاباراي كدور وهو راه مخبي لك، خليك تدور مع الدوره ويجي يسمر لك ويهرب ويحط لك ورقه فيها التليفون ديالو. لا انا واحد النوبه طرات ليا كشخصيا، ماشي واحد عاود طرات ليا نيت، كنقلب ما عرفت كاع فين هو داك لاباراي، مشيت للراس الزنقه، واحد خاسر هذاك اللي قريب، واش مخسرينه هما ولا خاسر راس الله اعلم، هذاك اللي قريب خاسر، وضربت الراس الزنقه ومشيت جبت الورقه وانا جاي كنلقى القفل كاين. اويلي صونيت هو يجي، قلت له ولدي شنو هذا؟ قلت له مشيت غادي ندير التيكي وراه هذا خاسر. وقال لي اسمح لي يا شريف انا درت خدمتي، لا ما صحبش لي راه كذا، ما صحبش لي راه كذا. اها قلت له بشحال دابا هادي؟ وقال لي ب 20 درهم. قلت له دوز لي الشركه ديالكم. ها قلت له الشركه بغيت الرقم بتاعك لهم. عطاني النمره، عيطت لهذيك الشركه جابتني واحد الكاتب، قلت لها شريف بغيتك دوزي واحد الرساله المسؤول ديالكم. قول له قال لك الاستاذ دريبي الله ينزل عليك النعله، وهاد الفلوس ديال الحلال بغيتهم ينزلوا في مصارنكم الجمر ديال جهنم ان شاء الله.
وهضرت عند هذاك اللي دار القفل وقلت له انت ولدي الله ينزل عليك النعله في هذا النهار. انت قلت له ولدي ولد الحرام. انت باك وامك ما ولدوكش في الحلال. هكا ولدي الله ينزل عليك النعله حيد القفل. غنتخيلوا على ولي في المجتمع نعلو في بعضياتنا تخيل علاش؟ لان ما كاينش اطار قانوني. تخيل واش انت حطيت الطوموبيل لاباري خاص مشيت دار الزرقاء رجعتي دار القفل ومشى سلت. اذا انتم شباب هذا الشيء غتغيروه. علاش الشريف الله ينصرو واش لاحظتي في المؤسسات في التعيينات الاخرى شحال طلعت الشباب ولا؟ شوفوا غير التعيينات الاخرى شوفوا وغادي وغيبقى يزيد. علاش؟ لان الشباب هو الخير. سيدنا رسول الله من اللي عين اسامه بن زيد قائد على الجيش الاسلامي، اول قائد على الجيش الاسلامي المحترف. من قبل كانوا مساكن الجيش الاسلامي كان غير الناس دراوش كيجيوزوا السلاح ويخرجوا تحاربوا، ولكن ملي سيدنا رسول الله نظم المؤسسات دار جيش محترف. اسامه بن زيد عنده 20 عام اول قائد الجيش الاسلامي المحترف الرسمي. القائد عنده 20 عام وتخيل ديك العرب كانوا كيعيشوا تبارك الله طوال 80 عام 90 عام 100 عام راه باقي صحيحه. فجاو عند سيدنا ابو بكر قالوا له والله لا تحاربنا مع هذا. واش تا قال له هذا الفرخ هذا دوك حنا غير اللي قائد علينا. قال له سيدنا حيت هو عينو سيدنا صلى الله توفى عينو توفى ما حضرش حتى المعارك ديالو. قال له سيدنا ابو بكر ما كنت انا احل عقده عقدها سيدنا رسول الله. قال له هذيك العقده هكذا هو ما نحلهاش انا. عرفتي ذاك الشاب اش غايدير ولا؟ اول معركه غدور ما بين المسلمين والروم هو اللي قائدها. غينتصر على الروم وغيعتقل منهم وغادي يقتل منهم وما غيموت له حتى واحد في الجنود ديالو 20 عام. يا عفا بنتي ارسل لي المعطيات انا غندخل معك على الخط غادي نراسل ذاك المختبر وغادي نقلب على مواليه ونقول له محشومه وعار ما تشدوش بيد الاستاجير لان استاجير مهمه كبيره يتعلم. حيت لا تعلم استاجير عباد الله كيفاش بغيتو يجيب خبره كيدير لها كي غيدير لها خبره يجيبها. وفي الاخر نقولوا علاش عندنا الغش وعندنا الفساد وعندنا الرشوه. ها هما شباب ما باغي لا رشوه لا فساد لا والو باغيين يخدموا وغيخدموا بمبادئ وباتقان. لاحظتوا حتى المؤسسه اللي مصيفطها ما كاينش مؤطرين يبقى ان كادرو لان استاجير خاصها تاثر المؤسسه اللي كتقريها. لونكادرو هو اللي كيكون صله وصل ما نخليو استاجير اكسبوزي منه للناس كيكون لونكادرو. وهذيك السيده خصها تتصل بلونكادرون وكيكون واحد الكونفونسيون اتفاقيه بين المؤسسه والشركه ما بين هاد المدرسه اللي كتقريها او الجامعه او المعهد وهاد اللابوراتوار كيكون كونفونسيون. بمعنى الا كانت كونفونسيون راه غيدخل الانسبكتور ترافاي اتونسيون راه دخلات ديك الساعه في المنظومه الشغل واخا هي خاصه دخلات في المنظومه بلا كونفونسيون اتفاقيه. بمعنى غنمشي نشكي عند الانسبكتور ترافاي بمعنى الانسبكتور ترافاي غيستدعي هاد السيده. هادشي اللي غنحرك انا بنتي انا غادي نعيط لاسبكتور ترافاي اتصل بهم الله يجزيهم بخير كنعرفهم وغنقول له هذا راه داخل في الاطار ديالكم وغنمشيو نشوفوا لا كونفونسيون اللي تسنات شنو فيها. وهاد السيده هادي راه دارت لك الاغسيلمون هادي بمعنى اللي باسيبل ندوزوها في النيابه العامه ونحطوا شكايه عن طريق المحامي. اذا شتي عفا بنتي ما تقلقي ما تفزعي هادو اجراءات خصكم تعلموا ديروهم وانتم كتشربوا كويزات وناشطين ما تضرك نفسيتك ما تحسي راسك محبوره. ها انت عيطتي لعمك بنتي غندخل معاك على الخط وكاين مؤسسات انا ما غندير حتى شي حاجه انا غير غادي نحاول على المؤسسات. ولكن ما يمكنش نخلي واحد طالب واحد شابه ضعيفه هي الحلقه الاضعف تهرس بشباب عنف جشع جاهليه براسها ماشي معامله هذه. عندنا فصيل ثم نعود. بقى معنا للا جليله بن ملال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. للا مرحبا بك استاذ كده لاباس عليك واش انت لاباس لله مرحبا بك الشريفه مرحبا لله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بارك الله فيك. وانا من المتتبعات ديالك من 2011 بارك الله. مرحبا شريفه لله مرحبا. ولكن كنت وقفت ما بقيتش كنسمع ليك واحد السنين ولا هذا وقفت ما بقيتش كنسمع ليك. عرفتي علاش؟ علاش؟ حيت داكشي اللي كنت كتقول هو الواقع وكنعرفوا بانه راه هو اللي خاصو يكون ولكن انا ما كنتش كنقدر نديرو ما كنتش كنقدر نشعلو. لان اول حاجه كنت المهم تبعت عندي مرض نفسي
على قبل المهم وكان التشخيص اللي كان شخصوا لي لقاوي أن عندي الدوك والمهم من وراها بقيت متبعة متابعة مع الليكسيكياتر وهذه مدة ديال 8 سنين وأنا كان ناخذ الدواء ناخذ التريتمون ديالي. المهم كان مشي مرة شوية مرة هذا المهم أنا تتعرف الدوك الأعراض دياله والعصبية وهذا وهذا وخطني أنا كل حاجة. المهم لما ندخل في أستاذ شي ديال الدكرة أنت عارف يا أستاذ من بعد المهم مشيت أنا في حياتي. المهم أنا حياتي من تأجيل المعطوب وهذا كشي كله المهم راك عارف شنو كاين ما خرج منها هذا المرض هذا ولا انا كان نقول راه معايا من صغري من نهار عقلت على راسي انا هذا هذاك المرض ماشي جديد عليا ولا وقضيا مشاكل حياتي يعني مشاكل خايبه بزاف وباقي دابا انا باقي انا كان عاني من هذيك المشاكل. المهم الأساس علاش هدرت معاك اليوم أستاذ مؤخرا المهم أنا تنمشي ديما متابعة ديما الدواء ديما كان مرة مؤخرا وخانا النسيان تاهو النسيان عندي مرض من صغري أنا كنت كنعاني في الدراسة ديالي بالنسيان هذا هذا شاش مشيت عند نورولوج قال لي بنتي راه هذاك الدواء اللي كتاخذي راه حتى هو تيسبب النسيان واخا انا قلت ليه راه انا زعما هاد النسيان راه عندي من صغري ماشي عاد جديد عليا. المهم قال لي حاولي باش تهضري مع الطبيبه اللي نتبع معاك تنقص لك شويه الدواء نقص لك من لي ميليغرام ديالي. المهم فاش رجعت انا عند الطبيبه ديالي قلت لها راه كاين خاصك تنقص لي شويه قالت لي واخا نقص لك. المهم من نقصت ليا كنت انا في 20 ميلي غرام من وراها مشيت ب 10 كنت مزيانه في 20 20 كاع مزيانه بزاف 10 شويه من وراها راسي واحد العام هذا مشيت ثاني عند الطبيبه تبدلات الطبيبه ديالي ولا طبيبه اخرى راك عارف شي ليطا وهي تقول لي بنتي راه انا ما نقول لك والو بغيتي انت يا صافي الله يعاون. جيت ونقص دابا وليت شي كيم وهادي 5 ميلي غرام هاديك 5 ميلي غرام شتي هاد الطبيبة الأخرى اللي شفتي هادي في المستوى تبارك الله على ما كنعطيش تقويم على المستوى الأطباء ماشي خدمتي وماشي دوري ولكن شنو كيعني الطوك بالنسبة لك هاد لاكرونيم سي أن أكرونيم هذا الطوك سي أن أكرونيم حلي لاكرونيم حلي المحتوى ديالو littéralement ça veut dire quoi toc toc انا كنت دخلت على حتى يعني انا ماشي مستوى كبير في العلم يعني ماشي مشكل هذاك المستوى البسيط اللي فهمتي شنو كتعني لاكرونيم تي او سي اش كتعني littéralement حليها هكاك توك انا اشنو فهمت من توك فين دخلت وشفت عليه شنو يعني معاملات كت انتي داكشي اللي بغيتي هو اللي خصو يكون وداكشي لا 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 جليله لا دابا لاكرونيم هو هاد السيجل بحال ملي كتقرا ملي كتقرا اف بي اي اف بي اي كتعني فابيلوس برافروسلي انديبوندونس كتعني فابيلو براف انديبوندون اف بي اي عاد كتعني فيدرال بيرو انفستيغيشن هي راه عندها دوز اكرونيم عندو جوج المحتويات توك كتعني تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف شي توك كتعني تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف تروبل بمعنى انت خلي العربيه لا خلي العربيه ما مترجموش دابا ترجموش حيت انت كنتي كتقولي توك قبيله ما كنتيش كتقول حاجه اخرى شي توك كتعني تروبل حفية الأستاذة طبيبة ديالي إذن شكتعني تروبل شكتعني تروبل لا مزيان دابا شوف لالا كل واحد وكيدير خدمته أنا خدمتي هي الفهم هما خدمتهم هما علاج الأعراض ماشي بحال
بحال اللي كتمشي عند طبيب الاسنان كتقول له فيا السوسه، ما غيبقاش يشرح لك شنو هي السوسه، كيداوي لك السوسه ويخرجك. ومن بعد لا بغيتي تفهم شنو هو هذاك التركيبه ديال السنان هذا، كتمشي لعند واحد اللي عنده ثقافه اونسيكلوبيديك، هذا كل اللي غيشرح لك. انا خدمتي الفهم وما خدمته من العلاج، جوج حوايج مختلفين. دابا اش كتعني تروبل اوبسيسيوني كومبولسيف؟ اش كتعني؟ بقى معايا لاله جليله. الو، الو الو، قلت لك اش كتعني تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف؟ كتعني انك كتعاني من واحد المرض سميتو اوبسيسيونيل. شتي انت اللي كتعاني منه، راه ماشي هو لو توك بوحدو، راك تتعاني من لا ستركتور اوبسيسيونيل. بالك وشتي هاد لا ستركتور اوبسيسيونيل ما عندهاش الاعراض وهي راه خدامه، وما نقولكش اش كدير فيكم قد قداش، ما عندهاش الاعراض، الي انفيزيبل. فين كتخرج هي؟ في لو موديل اورغانيزاسيونيل ديال الشخص، وفي لو موديل انتيليكتويل ديال الشخص. شتي افكاره وكلامه تما فين كتجلى؟ الا كان المحلل المعلم كيتكلم مع الشخص من محتوى افكاره وكلامه تنشوفوا لو موديل انتيليكتويل، وكنشوفوا لو موديل اورغانيزاسيونيل ديالو. شتي ملي كنلقاو لو موديل اورغانيزاسيونيل ريجيد، بمعنى ان الواقع هو اللي خصو يخضع للنظام ديالو هو، تما تنعرفوه اوبسيسيونيل. لان ما معنى ان موديل اورغانيزاسيونيل؟ شنو كتعني طريقه النظام؟ شنو كتعني؟ كتعني ان النظام اللي وضعناه راه حل ضمن حلول، راه ماشي هو الحل بالالف واللام. اي نظام دارته الدوله ولا الاداره ولا الشخص في عائلته ولا في حياته، هذاك النظام راه غير سيناريو ضمن سيناريوهات ممكنه. علاش هو اختار هذاك السيناريو هذاك النظام؟ كيخصو يفيق ويلبس هذا اللباس ويدير كذا، عنده واحد الريتوال واحد الطقوس واحد كذا. علاش؟ لانه ما عارفش نظم اخرى، فتينوض كيخضع حياته ورغباته هذيك المباغته، كيخضعها كلها، كيحرم راسه من شحال من حاجه باش يحافظ على ذاك النظام. فهذه هي البنيه الاستحواذيه، بغيتي دابا الترجمه، هي البنيه الاستحواذيه. واي شخص عنده بنيه استحواذيه خصو مباشره يفهم بانه قد تم الاستحواذ عليه في طفوله، هو كان مستحوذ عليه، وهذاك الشيء اللي عانى منه اللي تيكبر كيدير بحاله، ما كيعرفش يدير شي حاجه اخرى مغايره، ما كيعرفش. ثم النقطه الثانيه، مستعده تسمعيها لاله جليله؟ الو وي لاله جليله. المهم شكرا استاذ على الشرح. انا دابا بغيت نقول لك الحاله اللي انا فيها دابا حالا في هذا الوقت. من بعد ما نقصت هذيك الخمسة ميلي جرام، المهم رجعوا لي دي تروبل، مشاكل مع راسي، يعني اي حاجه نديرها اللي يعني بعصبيه وبسميتو دار معايا شي حاجه، علاش دار معايا هكا، علاش دار معايا هكا. ومؤخرا كاع وليت كنقول واللي كندخل في أسئلة خايفة. أنا مرأة متدينة، كنصلي، كنخاف الله، كان كل شيء يعني غادية في حياتي مزيان من ناحية الجانب الديني، لكن مؤخرا وقضى لي مشاكل في حياتي، وكما قلت لك أنا عشت حياتي كلها عندي مشاكل العويصة، وهذا من دارنا للزواج، من مشاكل داكشي كتير بزاف. مؤخرا كنقول يعني وليت كندخل بحال ما غاديش نقول الحاد، ولكن وليت كنقول علاش تقدر تغير هكا، وعلاش هذا الظلم كاين في هذه الدنيا، وعلاش يعني انا ما تنصافش، علاش كنجيب هذا الشيء كله في الاخر ما كنلقاش يعني داك الشيء اللي خاصني اللي كنستاهل انا، علاش خوتي كيعاملني هكا، علاش يعني وليت كنمشي ما لقيتش كنسال هي في المحيط ديالي، وليت كنهضر سامعة الله كنقول علاش كون كان الله عادل، استغفر الله العظيم. المهم
التساؤلات ديال الملحدين راك كتعرفهم يعني. ودابا دابا هاد الايام هاد الاسبوع كله وانا ديما في المحاضرات مع اما هذا الدكتور نايك ولا الدكتور زيدان، وكان تساؤلات ديال الملحدين، وكان يقول انا خاصني نقتنع خاصني نقتنع لان ما يمكنش هاد الشيء وهاد الشيء واش كاين ما كاين. ودرجه انني انا دابا واحد العقل الباطني ربما عقل الباطني كيقول هاد الهضره، وانا في يعني في العادي ديالي كنبقى كنقول لا انا ما خصنيش نقول هكا، لا غادي يضربني الله راه غادي، وعمر لا ما قطعتها يعني. وفي هاد دابا دابا هاد فهمت لا فهمت دابا دابا الا جليله هذا عرض، دابا هذا عرض داكور. ما معنى عرض؟ في انه راه ماشي حقيقه، راه ماشي حقيقه. فهاد الشيء اللي كيتقال خصنا ناخذوه بالمرموز بحال المنامه. المنامه ماشي كل واحد كيفرزها. مثلا شابه كتشوف في المنامه غدا في واحد الطريق ودخلت تحت واحد القوس، كتفيق ما فهمش طريق، دخلت في واحد الباب فيه قوس. اهل المرموز تيقولوا ليها يا اما غتنالي منصيب يا اما غتزوجي. دابا شنو جاب القوس المنصيب والزواج؟ لأنه باب، باب، ومن وراء الباب يا إما بيت يا إما إدارة. كتلقى قوس ملي ترى باب هذا دخلتي، وفي ماشي باب عادي، الباب اللي عنده قوس قاعد مصيب راه ماشي عادي. هذاك هذاك راه بيت ديال دار المخزن ولا قصار ولا ناس أغنياء أو لا إدارة. إذن هذاك رمز، ذاك القوس رمز. دابا شحال من اخر كتعرفوا بلي كنتكلم لكم على الاخر، شحال من اخر كتعرفوا الاخر اللي كتعرفوا كيعرفوا الناس جميع هو الاخر بصورته، الاخر بجسده بهيئته بصورته، هذا هو الاخر اللي كتعرفوا. ولكن ركين واحد الآخر، آخر هو الآخر في القول. شتي ملي كتكون كتكلم على راسك كتعرف بنفسك لشي واحد، شتي في هذيك اللحظة كتكلم على آخر. جاك لاكون كان كيقول جو ايت ان اوتر، أنا هذا الآخر. إذا دابا أنت كتكلمي على الآخر اللي هو في القول. دابا لو ما كناش حنا مسلمين كنعرفوا الله، لما كناش حنا مسلمين وما عندناش هذا اسم الله ما كانش، دابا ندخل راسنا حنا ماشي مسلمين فعلا، غتخيل راسك ملحدة بصح، حيد دير أنك ملحدة ما كتعرفيش الله ما كتعرفيش اسم الله، حيدي حيدي هذا المعتقد. شكون اللي كنتي غديري في بلاصتو في الجملة؟ حباش تفهمي ان نفسك كترمز لواحد الهيئه اخرى، اعتبري ما كاينش الله، قول انا ما كنعرفش الله، واش موجود ولا ماشي موجود الله اعلم، انا ما كنعرفوش. ما تسميش اسمه، ما تسميش اسم الله، ما تسميش. وشوفي هذاك الهيجان القول في البيئه النفسيه غيوجه لك لواحد الهيئه. شنو هذه الهيئه اللي غيوجه لك؟ غتلقاي راسك كتقولي الاخر وما الاخر، غتلقي راسك كتقولي وما الاخر وما الاخر، وغتشخصي هذا وما الاخر، غتشخصي غتبقى تقولي وما الاخر، وغتشخصي غتقولي ما الاخر الملك، وغتقولي ما الاخر الوزير الاول رئيس الحكومه، غتقولي ما الاخر العامل، وغتقولي ما الاخر الوالي، وحلقيتها غتقولي ما الاخر ربا، ما الاخر ربا. حيت الاستحواذي مناش كيعاني هو حقيقه، مناش
وهذه راه كيسميها العبقري جاك لاكون لا نيفروز دو ليديال. تيقول لك الاضطراب المثالي هو راه في الحده ديالو، هو في الفوق، هو راه مثالي للاستحواذ، هو راه مثالي. فدائما كيشوف كو كان هو صاحب السلطه وكان هو صاحب الامر كان غيدير هكا. ايوا دابا شتي لاحظتي ملي حيدنا هاد الهيئه اللي كنسميوها حنايا باسم الله، حيدناها دابا. هي دابا انا صابر، انا غير هيئه تعبيريه، ما غنمشيش انا للذات الالهيه والحقيقه الالهيه. انا دابا انا محلل، حيدتها انا، عادك الاسم حيدته، اش غديري بلاصتو؟ هذوك الوساوس اللي غيجوك، ودابا حيدي اسم الله، حيدي، ما تستعمليهش، ما كتعرفيهش، اعتبريه ما موجودش. وشوفي شكون نفسك غتوجه لك، غتوجه لك لاولي الامر، غتبقى غادا وكتقول لك اولي الامر، غتبقى تعطيهم لك بالترتيب، غتبدا لك بالملك، وغتم هابطه لعند رئيس الحكومه، وغتم هابطه طا طا طا، واحد لقيتها غتم غادا لباك. لان الاستحواذي اخبارك عنده واحد حاصل في واحد الحصله، تيبغي هو ان نوم فري و اون فام فري. ورا السؤال اللي كيحفر فيه هو ان نوم فري اون فام فري. دابا دخلناك بالله ورينا شي اوم فري وشي فام فري، بغينا نشوفو. راه كاين اوم فري ابوبري، كاين فام فري ابوبري. كنحاولوا نكونوا فري، غادي يحاول مره كيصدق مره كيزقلها، مره كيصدق ومره كيزقلها. اهدنا الصراط المستقيم، راه الصراط المستقيم حنا راه حنا في عوجاج. الصراط اللي دار الله راه مستقيم، داك المنهج الاسلامي مستقيم بحال واحد التريكتيرين، وراه حنا اللي زيكزاك. حنا راه كنتارجحوا ليمن ليسر ليسر ليمن ليمن ليسر، نتوتشوا نتقلبوا ندحرجوا. اذا دابا شتي راه ماشي مساله ميتافيزيقيه ووصل بك الفكر حتى قربت، لا 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 لا, لا. هنا راك طلبي تدخل واحد من اولي الامر يسلكك من الامر ديالك. كتعيطي كتنادي كتقولي شكون اللي دخل عندي، ما يدخل حتى واحد، لان الله خلقنا فرادى. اخبركم بان الجنين ما تيقيش شمو، تيقيسهاش، ما عندوش اتصال ما بين جسمه وجسمه الداخل، ما كاينش اتصال. تيبدا كعلاقه شاد في النومبو سيبتور بحال ان تيوب، تيتشد كيجي من الرحم ديالها لعندو النومبو سيبتور، غيبدا ياخذ منه القوت تتركب بلاصون تحولو واحد الغشاوه شاده، ما كيقيسهاش، ما كيقيسهاش، يعني با كونتاكت. وخاش كيقيسها علاش ملي يلاه تيخرجوا من الرحم كيعطيوه ليها وكيقولها ديري على لحمك، راه ديك الساعه غيقيسها. فرض كرش مو فرض، ما خلاش سيدي ربي الكونتاكت بينه وبينها، حاملاه هي ما كاينش كونتاكت فيزيك ما بينه وبينها، ما كاينش كونتاكت، مغلف مغلف الكونتاكت بالغلاف، عبر الغلاف باش يعيش صيغه الفرض. فرض فكر شمو، فرض من اللي غيتزاد، فرض من اللي غيمشي، فرض من اللي غيهضر، فرض من اللي غيقرا، فرض من اللي غيخدم، فرض من اللي غيتزوج، فرض من اللي غيموت، فرض من اللي غيوقف قدام الله، فرض من النهار اللي كتبدا حتى النهايه. مناش كيعاني عاوتاني صاحب البنيه الاستحواذيه من واحد المسالات كيسمى العبقري جاك لاكون ليميكسيون دي سوجي. هو مريض حيت الداخل فيه بزاف، وشنو ولا كيدير؟ الحدود الحدود الحدود، التقار الوقار البروتوكول الريتوال الحدود، لانه تخامجو. لاحظتوا انه واحد العدد من الناس، منهم اختنا جليله، كانت كتستعمل عنوان يبدا الانسان انه ما عارفش، وهذا الاشكاليه انه عارف راك القواتل عند اللي قاري، اللي عند اللي قاري كي بالخصوص ملي غنوصلوا لهذا الباب، هذا الفضاء النفسي، ملي غنوصلوا لهذا الفضاء النفسي غادي يتلقى الانسان يقول لك انا عارف راسي. عارف راسك مناش؟ حيت كتشوف راسك في المرايه، حيت كتقدر تدوي على راسك، حيت كتشوف راسك في عين الاخر، حيت كتسمع
الكلام اللي كيتقول كيتقال عليك وتيعجبك، هذا هو عارف راسك. اذا نفسك كتصيفط لك واحد الميساج سميتو عرض، كتخرج لك عرض انسامبتوم كتخرجو. اذا ديك الساعه ملي غادي تخرج لك نفسك عرض كتقول لك، كتقول لك راك ما عارفنيش، بمعنى راه ما عارفش راسك حيت راه هي راسك. شي ملي كتقول عارف راسك نفسك كتقول لك شنو عارف فيا. كتسخر منك لداخل كتقول لك شنو عارف، شنو عارف. العبقري جاك لاكونت يقول لك ملي كيتكلم الانسان وكيتقول الكلام ما وظيفه انه يتكلم؟ وظيفه الكلام حينئذ انه لا يفكر. يلا كيف جاتكم هذه؟ شحال واحد كيتكلم مزيان كيعرف يتكلم، شي وظيفه الكلام راه ماشي هو التواصل ديك الساعه، وظيفه الكلام انه كيخلق واحد الضجيج، كيخلق واحد الرواج، وهذاك الضجيج وهذاك الرواج باش ما يفكرش. لهذا في جميع الحضارات بما فيها الحضاره الاسلاميه عندنا ما يسمى الخلوه. الخلوه ان الانسان كيستفرد بنفسه في واحد الغار، واحد الموضع، يتفرج ديك الساعه يلا ما تلقاش مع من دوي، وغادي تلقى راسو بنادم الانسان غيتسطى. راه كاين اللي ما يقدرش يبقى بوحدو، نقول لكم والله ما يقدر. راه كاين اللي ما يقدرش يبقى ساكت، والله ما يقدر. انا خدمتي كنتكلم، عندي 3 ايام في الاسبوع الى قدرت او يومين الخلوه ما كنهضرش، ومعظم وقتي في المكتب ما كنهضرش، بس اللي كيشتغلوا ما تعرفون. كندخل كتسد عليا في واحد الموضع ما كيشوفوني الا شي ملفات لشي غراض 5 دقائق لواحد، معظم الوقت سد عليا ما كنتكلمش، كنكتب كنقرا. الصمت هو اللي كيعطيك تفكر طبيعة الحال، الى عندك العلم. ما كاينش العلم والصمت راه تولي كتفكر بالحماق وتسطى. اذا هي مشات اختنا جليله للتشكيك، وهو راه ماشي تشكيك اللي خصها تمشيلو، خصها تمشي للمراجعه، خصها تمشي للمراجعه، خصها تراجع وتاخذ القلم وتكتب انشاء جديد. ثم انشاناه خلقا اخر، الانشاء الرباني في جسمك. اما الانشاء الحاله النفسيه انت مسؤول عليها، واحد المرحله يكون مسؤولين والديك كيديروا الانشاء ديالك في الطفوله، ولكن ملي كتستقل خصك دير انشاء. الى انه صعوبه الانشاء ديال الكبير انه خصو يمحي، خصو يمحي، ما تيقدش يمحي. علاش جميع المدارس العتيقه كيعلموا الطلبه حفظ القران بالمحو؟ تقول لهم حي اللوحه. محيت ولا مازال؟ تقول لهم حيت، تقول له عرض. علاش؟ لانه تيتسموا اهل الحفظ. النفس ملي كتشوف واحد الحاجه عزيز عليها كتمحى، كتحافظ عليها، كتدخل على الاستيعاب. الاستحواذ ما تيقدم حي حتى حاجه، ما تيقدر يطلق منه حتى حاجه، ما كيبغيش يطيح الورق ديالو والشجر وكيصخب الورق ديالو في الخريف، لان عارف راسو يطلع ورق جديد في الربيع. الاستحواذ ما كيبغيش يطيح حتى ورقه. الاستحواذ عنده مشكل مع الموت، تيخاف من الموت، بالخصوص الموت اللي كيعيشها ضمن الحياه. راه كاين موت ديال الاخره الصغرى والاخره الكبرى. الاخره الصغرى هي ملي كنموتو ندخل القبر، هذيك الاخره الصغرى. والاخره الكبرى هي ملي يوم القيامه كنبعثو من القبر وكنقفو قدام الله سبحانه وتعالى، هذيك الاخره الكبرى. اما الاخره الصغرى هي ملي ندخل القبر. الاستحواذي كيخاف من الموت قبل الاخره الصغرى، قبل ما يدخل القبر تيخاف من الموت. والموت اللي كنعيشو في الحياه هي انك خص حوايج يتمحاو، حوايج يطيحو باش ينبتو حوايج، ملي تا كندخلو فداك لو سيكل دو رونوفيلمون. شتي اللحظة اللي غتدخل في لو سيكل ديال لو رونوفيلمون غادي يلقى إشكالية الرغبة الاستحواذي عنده، عنده واحد النوع من الرغبة صعيبة جدا،
غادي تصدق دابا ديال حلقه وسط حلقه من اصعب البنيات اللي يمكن تشخيصها والتعامل معها هي البنيه التحويليه، صعيبه جدا. نصيحتي الاختجالي لا انها تبعد من كل ما هو فكري، كل المحاضرات اللي كتشوف غيخرجوا عليك، كل ما هو فكري خصك تبعدي منه، خصك تمشي لكل ما هو اعمال يدويه. تعلمي الخياطه ديال القطيب، تعلمي النقش، تعلمي المهم كل ما هو يدوي، الطبخ، الرسم، كل ما هو يدوي بعدي من ما هو فكري. حيث الاستحواذي هو راه عنده لا ليفوز دو ليدي، الله هي اللي شاده معاه. اذا هو ملي كيمشي ويلقى العلم عنده هذاك الهاله، وعنده واحد دائما كيشوف راسه انه يقدر يكون عنده دور كبير ويقدر يفيد العالم. دغرات في روح هذاك الشيء. تبعد من المحاضرات ما تشوفهمش، تبعدي من القران ما تقرايش، تصلي صلاتك وتقراي واحد شويه من الايات الصغرى، تبعدي من القران. القران راه عنده جلاله، والانسان اللي تيكون كيعاني من بنيه نفسيه مضطربه راه ما يقدش على الجلاله ديالو، راه ملي كتدخل الجلاله في البنيه النفسيه الضعيفه راه تصدعها وتضاربها وتفرقعها. راه ماشي معنيتها كافي، راه حمد ضعفك. القران راه ثقيل، سنلقي عليك قولا ثقيلا، راه القران عنده القول ثقيل عندك انت يا مضاربه، وتهزي القران وتقرا الصباح البقره وتقرا في الاشياء على عمران وتقرا النساء تمسطي ولا مالكم، راه يفرحك. وفي الاخر تيولي بنادم داخل في واحد التصدع. حاجه اخرى، الاستحواذي خصو يبعد من كل ما هو نظام، هو راه تيعرف ينظم وما خصوش ينظم. باش دابا دابا علاش هو تيعاني من لا نيفوز دو ديال، هو راه تيتقول دوك الحوايج، وهذوك الحوايج اللي كيتقول هو اللي كيعاني منهم. لا سوفرونس ديالو سي لا او الى كسال، دونك انت كتحرم من واحد الحاجه العزيزه عليه اللي كتاديه، وما كيقدش هو يختار. خصو يختار سلامته ولا العزيز عليه، هو تيمشي للعزيز عليه واخا كيعاني. بحال شيرين علاش حسنات شعرها؟ علاش؟ علاش فيما كدير كريز كتقطع شعرها وكترازي وكدير قرن زيرو؟ علاش؟ لان البنيه اللي عندها هي من احترام لها ما كنسميهاش، ولكن عزيزه عليا ديك الفنانه وكنحب صوتها وكنحب الحانها. المهم البنيه اللي عندها في البنيه النفسيه، الالغوريتم اللي عندها، الاستحواذي البنيه اللي عنده، انا يا راجل انا يا امراه، عنده او انا يا راجل او انا امراه، عنده تأرح ما بين او ما بين هادي او هادي. البنيه اللي عند شيرين، انا يا راجل وامراه. راكم غتسمعوا واحد العدد من السيدات كيعيطوا لي كتقول لي فيا الراجل فيا المراه، الشيعه كتقولوا لي هذيك الجمله كنشوف انا واحد البنيه قدا قداش وراكم، كنبدا ندعي معاكم، ما نقدرش نفسرها لكم ثقيله باش تفهموها، كنبدا ندعي تنقول يا ربي تفتح بصيرتهم يبعدوا من هذا اللي كتقول لي شي مراه انا فيا الراجل وفيا المراه. راه هذيك هي البنيه ديال شيرين، هي اللي وصلت تقرر راسها. اذا شفتوا اللحظه اللي قرعت راسها راه ديك الساعه هذاك الراجل البنيه ديال الراجل طلعت. اذا لاحظتوا البنيه النفسيه راه واحد البنيه بسيطه في الفهم، لك العلم ولا ما كاش العلم تحمقك بالبساطه ديالها هي. اذا هادو بنيات كيصعب الانسان يتحكم فيهم بوحدو. انك تسمع برامج بحال هذه اللي كنقوم بها وتبغي تطبقها، انا ما عمري ما قلت لكم طبقوا هادشي اللي كنقول لكم، ابدا عمري ما قلت لكم، كنقول لكم استمعوا، الذين يستمعون القول يقول الله تعالى ويتبعون احسنه. احنا مسلمين ترحموا ضعفنا وكنرحموا ضعف الناس، ما عمر المسلم ما تلقاه يدفعك، احنا ناس ديال الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم توصينا سيروا مشيت الضعيف فيكم، ولكن ملي كنلقاو الانسان تيأدي نفسه وتأدي من حوله، يا اما عن جهل يا اما عن جهاله. جهل هو عدم معرفه العلم وراء الواقع او الحقيقه الكامنه، هذا هو الجهل. والجهاله هو استعمال القوه رفضا للخضوع للعلم. فكل ما هو كل شخص عنده الجهاله وعنده قوه، وديك القوه راه غتمشي واحد النهار، راه كنا غنوصلوا ل 65 و70 عام غتمشي القوه، وغادي يودي الانسان يخلص مزيان ديك الساعه. اللي كتنقدو للزايمر، الزايمر واحد الباب من النجاة
اصحاب الجهاله، لان كتجي كتذوب لهم الدماغ، كتمحي لهم الدماغ، ما كيبقاو عارفين اش كيديروا، ما كيبقاو صافي سهله، لانهم رافضين الخضوع للعلم. العلم هو تيخضعنا، والعلم راه ما ياخذوش العاصي، الله ما يفرح به، كل من هو عاصي ما يفرحش بالعلم، يفرح بالمعلومه. المعلومه شنو هي؟ المعلومه هي ورق ديال الشجر شادو في يدك وغادي كتهضر على الشجر، وماشي بحال اللي عندك شجره قدامك في جرتك، لا عندك ورقه، هذيك هي المعلومه ورق. ايوا ملي غتستعمل هذاك الورق في فتاي اش بقى لك غدا؟ اما لا عندك شجره تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها، كتعطيك الفواكه وتعطيك الشجر وتعطيك الظل وتعطيك الريحه وتتونسك. تخيل واحد الشجره كاينه في افريقيا، انا هذيك الشجره حمقاتني، الشجره سطاتني سطاتني سطاتني، ما 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 كنت دارس، انا من الناس اللي مولوع بالبيولوجي سيلولير ودرستها واشتغلت عليها، وكنعرف الذكاء النباتات كنعرفه، ولكن ملي شفت هذيك الشجره في افريقيا شنو دارت، بقيت كنقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هذه الشجره هذه كتستعمل بوجعران، معروف على بوجعران كيمشي للخروج البهيم كيدير واحد الكره كيبقى دافعها برجلو، كيدير واحد الغار وتما كيبيض فيها باش كي وليداتو تياكلوا منها. واش هاد الشجره هادي الزريعه ديالها مكوره واللون ديالها كحل بحال خروج البهايم اللي هو تيقلب يكور، هي مصيفطها له مكوره وبلاتي، والريحه ديالها ديال هذيك التمره اللي كتلوح هذيك الشجره، والريحه ديال خروج البهايم، والريحه سؤال دابا كيفاش هاد الشجره عرفت الشكل وعرفت اللون وصيبتها له على القدر اللي يقدر يهزها، راه ما صيبتهاش له كبيره جدا واد كوكو، وصيبتها له على القدر اللي غيهزها، والريحه ملي كطيحها هي كيجي تيتجاراو عليها وتيضاربوا عليها وتيهزوها وتيدوها تحت الارض هما الفلاحه اللي كيزرعوها. هذه الشجره ذكاء الشجره، وحنا حنا يا بالله لا لا نعرفه. ايوا ولكن اش كدير هذا الشيء؟ واه الولاد وفيا المراه وفيا الراجل والراجل مخليني اي لا لا، ولكن واحد البيئه نفسيه فرق باش يدير معك الاخر كاع. عاد كتجبد البيئه النفسيه ديالو كيقول لك وعندي موعد خصني نمشي. تنعاود نرجع. كان المكالمه يقطع. اذا لاحظتوا على سيدنا رسول الله ملي لقى الصحابي الجليل ابو يمامه وقال له مالي اراك في المسجد في غير وقت الصلاه. قال له الصحابي الجليل هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمك كلمات إن قلتهن أذهب الله ما بك؟ قال له بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والجبن. الإنسان شجاع في خوه وفي اخته، هذاك السم مضاد يديرو معك، وجبان أمام نفسه، من ليس جبان أمام حقيقة اضطرابه، جبان أمام حقيقة مرضه، جبان أمام حقيقة أحماقه وجنونه، ما تقدرش يواجه، ما تقدرش. يمشي معك المحكمة، يمشي معك البوليس، يضرب معك، يضد معك، يدير لك السحور، كل شيء يديره. ولكن يوقف قدام العلماء ويواجه حقيقة، ها هذه راهي المراجعة اللي خصها ديرها لالة جليلة، ماشي تشكيك. التشكيك هذاك راه ظاهري. إذا نوقروا الله سبحانه وتعالى، نوقروا اسمه المقدس، ولا بغى الإنسان يشكك يعتبره ما كاينش، ماشي عيب، اعتبر الله ما كاينش وشكك مع راسك، وعرف بأنه عرض ماشي اجتهاد فكري، حيث هو راه يمكن لك تراجع وأنت فيه، ها؟ حنا كنراجعوا وحنا في الله، حنا كنراجعوا كل شيء في الله. فكيساعدنا لأنه هو اللي خلقنا، هو اللي مدنا بالعلم. فملي كيشوف مراجعتك من باب حسن الظن ماشي من باب سوء الظن، تيمدك بالمعرفة، تيمدك بالمؤشرات، تيعطيك العلامات، تيوجهك عند الكتب، تيوجهك عند العلماء، تيوجهك عند النظريات غتلقى فيها غتشفي غليلك فيها غادي تغلغل، راه هو اللي تيوجه. علاش كيقولنا سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله، حطوا الشرط
واتقوا الله، من يتوقفوا عند حدوده احترموه وقروه، ديروا الاعتبار بشكل استثنائي بشكل مطلق، واتقوا الله ويعلمكم الله. لنا فاصل ثم نعود. أحبابي حلقتنا وصلت لنهايتها، كنشكركم على حسن الإصغاء والاستماع، كنضرب لكم موعد إن شاء الله في الأسبوع المقبل في برنامج بكل وضوح. السلام عليكم ورحمة الله.